السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكلمكم عن السمن، هنكمل في الميل ريبرودكتيف سيستم فيسيولوجي، وإن شاء الله النهاردة هنكلمكم عن السمن. السمن اللي هو السائل المنوي، السمن is a white fluid that contains spermis. السمن دي بيتكون منين؟ بيتكون من التستس، وبيتكون من السيمينال فيزيكلز، ومن البروستيت جلاند، ومن البالب يوريثرال جلاندز. يعني السيمين ده عبارة عن مش جاي من التستس بس، ولا جاي من السيمينال فيزيكلز بس، ولا من البروستيت بس، ولا من البالب يوريثرال جلاندز. يبقى هو عبارة عن ديسيتشارج بيخرج أثناء السيكشوال أكت، وعملية البروسيس اوف ديسشارج اوف سيمن تسمى ايجاكيوليشن. تسمى ايه؟ ايجاكيوليشن. يبقى في فرق بين الاريكشن وفي فرق بين الايجاكيوليشن. ايجاكيوليشن اللي هي السيمن ديسشارجد فروم ذا بينس ديورينج السيكشوال اكت. اريكشن اللي هو يحصل ايه؟ اللي هو انتصاب للعضو الذكري. التستس كونتريبيوتس سبيرمس. طيب كل واحده من ديت، طالما ان هو السيمن دي عباره عن كوليكشن من فلويد، يعني تجمع من فلويد، جاي منين؟ من التستس. التستس دي بتجيب لنا السبيرمس، والبروستيت بتفرز لنا الميلكي ابييرنس فلويد، الميلكي فلويد ابييرنس اللي هو الكالاين فلويد ابييرنس اللي بتكون البروستيت. البروستاتيك سكريشن اللي هو الميلكي الكالاين فلويد او سكريشن، والسكريشن من السيمينال فيزيكلز اند بالبو يوريثرال جلاندس اللي هو عباره عن ميكويد، بتفرز لنا مين؟ الميكويد اللي هو الميكويد المخاط. يبقى التستس بتشارك به اللي هو السبيرمس، البروستيت بتشارك لنا بالميلكي الكالاين سكريشن، والسيمينال فيزيكلز والبالبو يوريثرال جلاندس بتشارك بمين؟ بالميكويد. النيتشر اوف ذا سيمن، at the time of ejaculation الهيومن سيمن بيكون ليكويد النيتشر، ولكن مباشرة بيطلع مين؟ بيبدأ يحصل ان هو بيبقى يحصل له coagulation and after some time it becomes liquid once again. لان احنا قلنا طبعا في الدرس الماضي قلنا ان من ضمن وظائف البروستيت ان هي تفرز لنا حاجتين، clotting enzymes والفايبرينولايسين. الكلوتينج انزيمز اللي بيعملوا كلوت، والفايبرين لايسنس اللي هو بيخليه فلويدي، بيرجعه تاني فلويد تاني عشان يبقى موبايل. يبقى احنا عندنا مين؟ البروستاتيك سكريشن هي اللي بتساعد بتطلع لنا الكلوتينج انزيم والفايبرين لايسنس اللي بيخليه يبقى كواجوليت مباشره، كواجوليت ويحصل له تجلط اللي هو السيمن بعد ما مباشره بعد ما يحصل له ديسشارج، ما يبقى ديسشارجد بسبب مين؟ الكلوتينج انزيمز اللي بتطلع من اللي هو البروستيت. وبعد شويه يبدا يرجع تاني يبقى ليكويد اجين بسبب الفايبرينو لايسين. الفايبرينو ايه؟ لايسين. الفايبرينوجين سيكريتد من السيمينال فيزيكلز از كونفرتد انتو ا ويك كواجولام باي ذا كلوتينج انزيم اللي هي سيكريتد منين؟ من البروستيت جلاند. وبعد 30 دقيقه بواسطه الفايبرينو لايسين بيحصل له مين؟ بيبقى ليكويد تاني. يبقى احنا لسه قايلين دلوقتي الكواجولام او الايجاكوليت اللي هو بيكون كلوتد ده او اللي هو بيبقى فلويد في الاول، بعد شويه بيحصل له كواجوليشن وبيبقى كلوتد متجلط بسبب مين؟ اللي هو الفايبرينوجين اللي هو سيكريتد من السيمينال فيزيكلز، بيتحول بواسطه اللي هو الكلوتنج انزيمز ماشي عشان يعمل لنا يبقى يتحول الى فايبرين، ودي بيخلي اللي هو الكواجولام بتاعنا او الايجاكوليت بتاعنا بيبقى كلوتد. بعد نص ساعه يتحول الكواجولام ده اللي هو متجلط ده الى ان هو يبقى ايه؟ يبقى فلويد تاني بسبب مين؟ الفايبرينولايسين اللي هو سكريتد من البروستيت جلاند. لما السيمن ايجاكوليتد السبيرمز اللي هي نون موتايل due to viscosity of the coagulum، لما السيمن يحصل له ejaculation السبيرمس are non motile بسبب مين؟ الفيسكوستي بتاعه الكواجول.
يبقى اول السيمن بيحصل له ايجاكوليشن، الاسبيرمس بتبقى ايه؟ نون موتايل بسبب الفيسكوستي بتاعت الايه؟ الكواجولم. بمجرد ان الكواجولم دي يحصل له ديزولفت بواسطه اللي هو الفايبرينولايسين، الاسبيرمس ترجع تاني تبقى موتايل. يبقى في الاول السيمن بيبقى بيحصل له كواجوليشن بواسطه مين؟ اللي هو الفايبرينو اللي هو الكولتنج انزيمز اللي طالعه من البروستيت. بعد نص ساعه الكواجولم ده ديزولفس ويبقى ليكويد، والاسبيرمس تبقى ايه؟ موتايل. تبقى ايه؟ موتايل. الميل فيرتيليتي تيست او اللي هو السيمن اناليسيس، السيمن ايه اناليسيس اللي هو تحليل السائل المنوي. طبعا قبل واحد بنعمل تحليل السائل المنوي لازم يكون في سيكشوال ديبرايفيشن فور 72 اورز لمده 3 ايام. ما ينفعش واحد يروح يعمل سيمن اناليسيس ماشي وهو عامل سيكشوال انتركورس، لازم يقعد ايه 3 ايام بدون سيكشوال انتركورس. البروبرتيز بتاعت السيمن بتاعنا السبيسيفيك جرافت بتاعته 1028، الفوليوم بتاعته النورمال فوليومز بتاعت السيمن بتاعنا من 1.5 الى 7.6 من 10 مللي، يبقى ما يجيلش عن 1.5 مللي ومعاك لحد 7.6 من 10 ايه مللي. دي النورمال بتاعنا، الرينج بتاعنا الايجاكوليت فوليوم. يبقى هو لما يبقى لازم ندي لك العينة بتاعتك لما نيجي نشوفها ما بير ايجاكوليشن تكون الفوليوم بتاعتها من 1.5 ل 7.6 من 10 ايه مللي. الرياكشن بتكون الكالاين، بي اتش بتاعتها 7.5 بسبب مين؟ قلنا بسبب البروستاتيك سكريشن، وقلنا دي مهمه عشان تعمل ايه؟ تعمل تعادل نيوتراليزيشن للاسيديتي بتاعت الايه السكريشنز اللي طالعه من السيمنال فيزيكلز ونيوتراليزيشن للفاجينال اسيديتي. وقلنا الالكالينيتي ديت بسبب البروستاتيك فلويد. الكومبوزيشن اوف ذا سيمن زي اي سكريشنز عندنا في البودي بتاعنا، السيمن بتاعنا ده هو بيتكون من مين؟ لو احنا بصينا في الرسمه بتاعتنا اهي 10% سبيرمس والسيمينال بلازما اللي هي الميه 90%. السيمينال بلازما بتاعتنا عباره عن 90%. طيب في شويه حاجات كده لازم النورمالات لازم احنا نبقى عارفينها. اول حاجه الماتيور سبيرم بتاعنا دوت 60 مايكرون اللونج بتاعه، مايكرون اللونج بتاعه. التوتال سبيرم كاونت في الايجاكوليت الواحد، دي الارقام دي مهمه، في الايجاكوليت الواحد المفروض عدد الحيوانات المنويه في الايجاكوليت الواحد في القذفه الواحده من 39 ل 928 مليون. طب السبيرم كونسنتريشن ايه الفرق بينه بقى بين السبيرم كونسنتريشن والتوتال سبيرم كاونت؟ دي كميه السبيرم كاونت في الايجاكوليت كله، الايجاكوليت كله العينه كلها. اما السبيرم كونسنتريشن هي الكميه الحيوانات المنويه بير ملي في الملي الواحد كام؟ النورمال بتاعها المفروض تكون كام؟ من 15 ل 259 مليون بير ملي. التوتال موتيليتي البروجريسيف اند نون بروجريسيف من 40 ل 81%. يعني ايه بروجريسيف؟ بروجريسيف يعني اكتف، يعني اللي هي بتتحرك، اللي هي ايه؟ اللي هي بتتحرك، اللي هي القوية. أما اللي هي النون بروجريسيف اللي هي السلاجش اللي هي بتكون اموتايل. ماشي؟ المفروض إن التوتال موتيليتي البروجريسيف والنون بروجريسيف يكون من 40 ل 81%. البروجريسيف موتيليتي يكون من 32 ل 75%. 32 ل 75%. دي لازم تتحفظ الأرقام ديت عشان نبقى عارفين النورمال والأبنورمال ليفلز. لو قل عن 15 مليون سبيرم في الميلي لتر، 15 مليون في الميلي لتر او 39 مليون في الايجاكوليت سبيرم في الايجاكوليت، دي بنسموه اوليجو سبيرمي. بنسموه ايه؟ اوليجو سبيرمي. يبقى ايه اللي عنده نقص في الحيوانات المنويه؟ معناها ايه؟ ان هو اقل من 15 مليون سبيرم في بير ميلي لتر او اقل من 39 مليون سبيرم في الايجاكوليت الواحد. الاستريليتي او الانفيرتيليتي بتحصل لما السبيرم كاونت بيقل عن كام؟ عن 20 مليون بير ميلي لتر، بير ميلي لتر. طبعا بالرغم من ان السبيرم كان بي ستورد ان ميل جينيتال تراكت فور لونج بيريودز افتر ايجاكوليشن، السرفايفل تايم از اونلي اباوت 24 ل 48 ساعه.
ممكن يقعد لفترة طويلة، ولكن السرفايفل تايم بتاعه بيعيش لمدة قد ايه اللي هو السبيرم؟ من 24 ل 48 ساعة at a temperature equivalent to body temperature. ودي مهمة، بتفيدنا في ايه؟ ان لو حصل sexual intercourse قبل اللي هو الاوفيوليشن بحوالي 48 ساعة، ممكن يحصل fertilization للأوفم بواسطة السبيرمز بتاعتنا. ليه؟ لأن السبيرم ممكن يعيش من 24 ل 48 ساعة. يعني ايه؟ مش لازم ان الواحد يحصل sexual intercourse at the time of ovulation، لا، ده ممكن يحصل لو حصل قبل الاوفيوليشن بيومين، ممكن ايضا يحصل ايه؟ يحصل fertilization للأوفا. The rate of motility of the sperm in the female genital tract is about 3 مليمتر بير مينيت. يعني دي سرعة اللي هو الموتيليتي بتاعت السبيرم في الفيميل جينيتال تراكت. السبيرم بياخد من 30 ل 60 بماء بيوصل اللي هو الفالوبيان تيوب من خلال نص لساعة، من نص ساعة لساعة افتر سيكشوال انتركورس بيكون وصل مين؟ بيكون وصل اللي هو الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب السيمن اللي احنا بصينا للتركيبة بتاعته بيتكون من سيمينال بلازما وبيتكون اللي هو 90%، والسبيرمس بيمثل حوالي 10%. الاستراكشر بتاع السبيرم بتاعنا عباره عن هيد واكروزوم وميد بيس وتيل. يبقى ادي الهيد وادي النك وادي البودي وادي التيل بتاعتنا. والهيد دي محاطه بتاج كده اسمه الاكروزوم، اسمه الايه؟ اكروزوم. يبقى ادي شكل الايه؟ الهيومن سبيرم تحت الميكروسكوب بتاعنا لما بنشوفه. ليه هيد وليه نك وليه بودي وليه تيل. الهيد ديت محاطه بتاج اسمه اكروزوم. والهيد دي بتحمل الايه؟ الكروموزومال ماتيريالز اللي هي مسؤوله عن الجينات، وبتحمل الجينات بتاعه البني ادم بتاعنا. الاكروزومز ده دي كفرز الهيد لايك اكاب، زي التاج كده. ودي بتحتوي على الانزيمز اللي هي بتسمح للسبيرم تو بنتريت الاوفم ويحصل فيرتلايزيشن. يبقى بمجرد ما الهيد دي تقرب من الاوفم، يقوم الاكروزومز ده اللي هو التاج ده يبدا يطلع الانزيمز اللي فيه، فيقوم يحصل يدخل الاوفم ويحصل فيرتلايزيشن لمين؟ للاوفم. الميت بيس ديت اللي هي مين؟ بتحتوي على الميتوكوندريا، وديت اللي مهمه عشان ايه؟ تولد لنا الطاقه عشان يحصل موفمنت الايه؟ للتيل. التيل ودي مهم للموتيليتي بتاعت الاسبيرمس. مهم جدا ان الاسبيرم بتاعنا مش الفكره ان احنا يبقى عندنا كام عدد اسبيرمس وخلاص، لا، لازم يبقى عندنا اسبيرمس، ويكون الاسبيرمس ده عشان يحصل فيرتلايزيشن وعشان الواحد يخلف لازم تكون نورمال هيومن سبيرم في الاستراكشر بتاعته وفي العدد بتاعه. فما ينفعش يكون عندنا ابنورمال فورمس سبيرم مثلا، من الابنورمال فورمس ان هو يكون وذ اوت تيل. فهيتحرك ازاي؟ مش هيحصل له مش هيقدر يتحرك، ومش هيقدر يوصل لمين؟ للي هو الفيميل جينيتال تراكت. السيمن اناليسيس بتاعنا، الاناليسيس اوف ذا سيمن ايفالويتس ذا كواليتي اوف ذا سيمن. عمليه ايفالويشن للكواليتي بتاعه السيمن، ودي بنعمله كانفستيجيشن للناس اللي عندهم انفيرتيليتي. الناس اللي عندهم ايه؟ انفيرتيليتي. هنبص على الفوليوم، هنبص على البي اتش بتاعتنا، هنبص على ان هو الرياكشن بتاعه، هل هو البي اتش بتاعته، هل هو الكراين، هل هو اسيدك، السبيرم كاونت، نبص برضك على المورفولوجي وشكل السبيرمس، الموتيليتي بتاعت السبيرمس، هنشوف الفركتوز ليفل، وايضا هنشوف اذا كان في انفكشن ولا لا. الكواليتي اوف سيمن ريكوايرد فور فيرتيلتي. الفوليوم اوف سيمن بتاعنا بير ايجاكيوليشن دي مينيمم ريكوايرد كواليتيز اوف سيمن فور فيرتيلتي. يعني عشان يحصل فيرتيلتي لابد السيمن بتاعنا يكون فيه البارامترز ديت بالشكل اللي احنا دي اقل حد عندنا طبيعي موجود عندنا عشان يحصل للواحد يحصل فيرتيلتي. ان الفوليوم اوف سيمن بتاع بير ايجاكيوليشن ما يقلش عن 2 مللي
اقل حاجه ايه ما يجيليش عن 2 مللي، والسبيرم كاونت بتاعنا يكون اتليست 20 مليون بير مللي، والنمبر اوف سبيرمز ان اتش ايجاكيوليشن ماست بي اتليست 40 مليون، و75% من السبيرمز بير ايجاكيوليشن ماست بي الايف. يعني ايه يا فرحتي ان انا عندي سبيرمز كتير ولكنهم ضد، ايه يا فرحتي ان انا عندي سبيرمز كتير ولكنهم اموتايل ما بيتحركوش. يبقى لازم أن يكون العدد بتاعنا في الـ في الايجاكيوليت الواحد 40 مليون، اقل حاجه 40 مليون، في الـ في الكونسنتريشن في الملي الواحد يكون 20 مليون، السبيرمز اللي هي تكون الايف تكون 75%، السبيرمز اللي تكون موتايل تكون 50%، و 30% من السبيرمز يكونوا على الاقل خلاص ليهم نورمال شيب ونورمال استراكشر. السبيرمز with head defect must be less than 35%. فلو زاد السبيرمز اللي هي لا head defect اكتر من 35% يبقى معناها فرصة الفيرتيليتي ضعيفة جدا. السبيرمز with mid base defect must be less than 20%، والسبيرمز with tail defect must be less than 20%. دي اسمها اللي هو المينيمم required qualities of semen for fertility. دي لابد من وجود الحد الأدنى عشان يحصل فيرتيليتي. عندنا بعض المصطلحات كده اللي هنختم بيها زي الازو سبيرميا. وازو سبيرميا يعني كاركترايزد باي لاك اوف سيمن، يعني ما عندوش. ازو يقول لك الراجل ده ازو يعني ما عندوش، يعني ما عندوش اصلا سيمن خاص. ماشي. اوليجو سبيرميا يعني عنده بس قليل، اقل من 20 مليون اوف سبيرمز بير ملي، دي بنسموها ايه؟ اوليجو سبيرميا. التراتو زو سبيرميا دي عنده سبيرمس ولكن نسبة الابنورمال فورمس كتيرة خالص اللي موجودة عنده في اللي هو السيمن اناليسيس. ودي بتحصل في الناس اللي عندهم جرونز ديسيز، والناس اللي عندهم هوجكنز ديسيز، والناس اللي عندهم سيلياك ديسيز. طبعا برضو كل ابنورمال فورمس بتؤدي الى انفيرتيليتي، الاوليجو سبيرميا بتؤدي الى انفيرتيليتي. اسبرميا اللي هو lack of semen يعني ايه؟ due to retrograde ejaculation. retrograde ejaculation، retrograde ejaculation اللي هو entrance of semen into the urinary bladder instead of entering the urethra. يعني بدل ما السيمن يعدي للبينز ويعدي من اليوريثرا، لا يرجع تاني لمين؟ لليورينري بلادر. due to dysfunction of the sphincter of bladder which is caused by prostatic surgery or excess use of drugs. ودي ناس كثيرة من اللي هم بيعملوا البروستات، بعد ما بيعملوا عملية البروستات أو السنايل لارجمنت أوف ذا بروستات بيحصل لهم ريتروجريد ايجاكيوليشن. ريتروجريد ايه؟ ايجاكيوليشن يعني بدل ما السمن يحصل له يدخل لليوريثرا يرجع تاني للي هو اليورينري بلادر. وأيضا دي أيضا من ضمن أسباب اللي هو الانفيرتيليتي. الأوليجوسبيرميا اللي هو genetic disorder ماشي characterized by low volume of semen. low volume of ايه؟ of semen. وفي hematospermia. hematospermia يعني في RBCs او blood موجود في اللي هو السبرم، ودي معناها ان في دي بيظهر في حالات الناس اللي عندهم infection في اليوريثرا او infection في البروستات، وكومون ايضا في congenital bleeding disorders زي الهيموفيليا والبربرة. وبكده يبقى احنا خلصنا اللي هو الميل ريبرودكتيف سيستم فيسيولوجي. يبقى احنا كده ايه خلصنا الميل ريبرودكتيف سيستم فيسيولوجي، ونكمل معاكم ان شاء الله في الحصة القادمة في البيوبر.